اولا انا اسمي سامي فضل من المعصره، مفيش الكلام دوت ولا لحم حمير ولا الكلام دوت. بقالنا 3 سنين بناكل من عند الزعيم والجوده بتاعته 100 100، ومفيش اي حاجه من الاشاعات ديت. وحسبنا الله ونعم الوكيل في اللي عايز يضر اي حد في اكل عيشه او في رزقه، والناس ديت مفيش اي غبار عليها من اي حاجه وحشه. المحلات ديت بقالها غير الزعيم محمود كفته بقاله اكتر من 30 سنة، 45 سنة، اكتر من 30 سنة محمود كفته بيمارس المهنة بتاعته ديت، ما سمعناش عنه اي حاجة وبناكل من عنده بقالنا سنين السنين. بقالي سنة وباخد منه وحاجته زي الفل ونضيفه وما فيهاش اي غلطة. لا لا لا، ما فيش اي حد سمع منه شكوى خالص خالص. يعني انا بقول لك ده 100 100، بقالنا سنة اهو بنشتري منه وما فيش اي حاجة. الشهادة لله بجد والله. يعني انا اسمي عبده، ساكن في المعصرة مع كوبري 45، المنطقة بتاعتنا اسمها كوبري 45، والناس دي من ساعة ما فتحت زي الفل، وعيالنا واهالينا كلهم بياكلوا منهم، والموضوع ده فيه اضطهاد بس مين ما نعرفش، انما الناس دي كويسة. لا لا ما فيش اي شكاوى، الناس كلها زي الفل، والمعصرة كلها بتاكل منهم، والناس هنا زعلانين ان هم قافلين، والناس لو عرفت مين اللي عمل كده مش هيسيبوها عشان تبقى عارف. انا مواليد 80 شهر 4 13 4 80 شارع 13. انا صناعي كشري ومكرونه، زمايلي في محلاتي اللي انا شغال فيها فطاطريه من الفيوم نفس شغلهم شغل الزعيم، شغالين منهم في طبند بصل وفي كل مكان. قبل اي حاجه وقبل الكلام عن الموضوع دوت، بتوع الفيوم ادب ناس خلقهم ربنا بجد في المعامله وفي الكلام. المحل ده انا واهلي وبيتي كله واخواتي واصحابي والعيال الصغيره بتوع المدارس، والصبح والليل بالصلاه على النبي، وانا راجع من شغلي الساعه 10:30 بعدي من على المحل بقول اللهم صل على النبي ابو سليمان الثاني، ابو سليمان بتاع المكرونه. انا صنايعي اكل، صنايعي، وكان عندي محل كشري هنا على شارع 13 على شارع 17. لا 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 لا، انا سمعت لما قالوا المحل اتقفل، لكن عمري ما يكون في حاجه من دي، لان لو في حاجه من دي على الاقل كان حصل من سنه فاتت واحد بطنه وجعته، ده ما حصلش نهائي. هجيب لك بدليل لو عايز كارت من بيت اخويا دلوقتي، من بيت امي، من بيتي، بنتصل ناكل كل يوم والله، ولو مفتوح دلوقتي لا تلاقي كل المعصرة واقفة بتاكل، لأن كل المعصرة عندها ثقة في الكلام اللي أنا بقوله ده، من أجل الناس اللي تقعد في بيوتها وما تلاقيش لقمة تأكل على حرام، قفل عيش الناس بالظلم حرام، الافتراء حرام، وربك بينصر المظلوم، ولو هم غلطانين ربنا هيعاقبهم. أنا مديحة محمد من المعصرة، وساكنة بقالي حوالي 20 سنة وأكتر كمان. يعني المحل ده فاتح بما يرضي الله بقاله اكتر من سنتين تقريبا، يعني انا بقالي حوالي سنتين اللي باكل منه سنتين. يعني انا اولادي ما بياكلوش الا من عنده، واحنا ما بناكلش اوقات كتير قوي، بالليل ما بناكلش الا من عنده، بالنهار مزنوقين مش بنعرف نعمل اكل، ما بناكلش الا عنده بما يرضي الله، انضف اكل وارخص اسعار في المعصرة. انا شايفاها منافسه، يعني هي قصه انا شايفاها جدا كده، لاني انا بصراحه ربنا انا ما شفتش من عندهم معامله كويسه، دليفري محترم، ناس محترمه، والاكل بيوصل على بامانه الله. انا شايفه ان دي حاجه منافسه، دي شهاده لوجه الله. اسعاره عامله ايه؟ لا اسعاره حلوه جدا، يعني احنا بنجيب من عنده الكريب في حاجه ب 22، في حاجه تقريبا ب 20، يعني اسعار خالص خالص. انا في مره جالي السجق محروق سنه بما يرضي الله في الكريب، وكنا مسافرين اليوم ده هناخد الاكل ونسافر بيه، جوزي اتصل بيهم غيروا له الكريب، بعته وغيروا الكريب بما يرضي الله. والله ما في الكلام ده، والله ما في الكلام ده. انا زعلت جدا لما سمعت الموضوع ده امبارح، يعني انا معديه صدفه سمعت ان هم بيبيعوا لحم حمير، قلت حمير ايه اللي بناكلها؟ بس انا ما جربتش حواوشي عشان الوجه اللي انا باخد كريب، باخد بيتزا، باخد فطاير اللي هي المحشيه، والله العظيم وحياه عيالي انا عمري ما جالنا، وعندي عيال صغيرين، عندي 5 سنين و3 سنين.